يمشي رمضان، 5 من لاعبي النادي الاهلي في مواجهه 4 من الفريق البترولي. جول 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 الفتى مروان، كنت فين من زمان؟ خلص المباراة، يطلق رصاصة الرحمة الحمراء على الفريق البترولي. أسرع من جديد يا مروان، بيجيب على رجله الشمال، هوبا! يا سلام يا سلام يا سلام، الكبير يبان من أول لمسة، من أول همسة، من أول فرصة. مروان محسن يقول لك لا، أنا خلص بقى، أنا خلص بقى، واستعيد ذاكرة الأهداف واستعيد حساسية المباريات. مروان محسن يضع النهاية لمغامرة مننية عند الدقيقة 14. ناحية الشمال حمدي فتحي ومقرب، علي معلول، لمسة واحدة إلى جوني راجاي. مروان محسن اللي نقل نفسه هنا ناحية الشمال، لعبها جميلة جدا، علي معلول، عرضية جوه منطقة الجزاء وبالكعبة. الله 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 على الجملة، الله على الهدف. مروان محسن الفتى مروان يضاعف النتيجة للنادي الأهلي ويسجل هدف تاني مزيكا، هدف ملعوب بجملة تكتيكية، لمسة واحدة ولمستين ومروان يجد الشباك. تمريرة للأمام، مروان يقدر يسجل، مروان ودي مروان، مروان مش ممكن، جول 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 جول، مروان الفنان، مروان الفنان، وأول لجوان والأهلي، الأهلي يبدد الغيوم مشاهدينا ويكتشف مرمى النجوم في الدقيقة 31 علشان مروان الفنان يحرز أول لجوان. صبري رحيل، ممكن هنا العرضية من صبري تتلعب، مروان محسن، مروان محسن، حلوة مروان محسن، يلف 180 درجة، نازل عايز يسجل وبيسجل يا راجل، الهدف هدف، سيبك انت، مروان محسن يغيب يغيب لكن حلاوته موجودة وقدر انه يسجل. توقعت انه يمررها الاسلام محارب لكن فاجئني وفاجئ اسلام طارق وفاجئ النحاس وبيسجل الهدف الثاني لصالح النادي الاهلي، حلوة من مروان. ولد العيب عدى وفات حمدي فاتح له هنا، وليد وليد وليد، سرو باص بينية، ممكن مروان 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 الثاني الثاني، الله 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 الله، هو الشبح هو الشبح مروان محسن، الاهلي هجومه شغال، مدافع بتضرب بوم بوم بوم، النادي الاهلي يسجل تاني الاهداف، خرج ازارو على طول السفاح المغربي، دخل له الشبح المصري، دخل له الشبح المصري مروان محسن. ناصر مان اتعدي، روح لحمودي، يلعب البينية حمودي، يا ولد يا ولد يا مروان، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام يا مروان يا محسن، يجيب الهدف الثاني، يجيب الهدف الثاني في الدقيقة 39، 2-0. رفيع عن شعار، اعطني حريتي، اطلق يدي، كرة تتلعب، ركنية، الله، أبا! عودة التايجر، ها هو مروان محسن يسكنها في الشباك وبضربة رأس في أقصى الجانب الأيمن لحارس المرمى الغرباوي في الدقيقة 66 ليفتتح النتيجة للمارد الأزرق في مباراة اليوم، أخيرا تحقق له الهدف. الهدف الثاني للنادي الأهلي.